طب خلونا دلوقتي نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه النهاردة هيكشف 12 فنان تشكيلي عالمي عن أعمالهم الفنية أمام أهرامات الجيزة ضمن النسخة الرابعة من الأبد هو الآن تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية المصرية وهيئة تنشيط السياحة. ومن المقرر أن يستمر المعرض في الفترة من 24 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2024. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار بطولة كأس السوبر المصري. المباراة الأولى بتجمع ما بين سيراميكا وبيراميدز في تمام الساعة 4 عصراً لتحديد المركزين الثالث والرابع. أما المباراة الثانية فبتجمع بين الزمالك والأهلي في تمام الساعة 8 مساءً لتحديد الفائز بالكأس. لعشاء الكرة الأوروبية أيضاً موعدهم النهاردة مع 16 مباراة قوية في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي، من أهمها مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي مع فنربخشة التركي في تمام الساعة 10 ليلاً، ومباراة توتنهام الإنجليزي مع الكامار الهولندي في تمام الساعة 10 ليلاً أيضاً، ومباراة بورتو البرتغالي مع هوفنهايم الألماني في 10 ليلاً.